متواصلين ان احنا معاهم النهارده ويا رب دايما في نجاح. حبيبي احنا النهارده كاحمد عزت وعلي سماره بنحاول ان احنا قدر الامكان نقول الشبكشي الف مبروك الفيلم. وبصراحه احنا كان ورانا شغل كتير جدا والسيزون بتاعنا كله مليان مش عارفين نعمل ايه بصراحه. انتوا فعلا الاغنيه ما شاء الله يعني مكسره الدنيا. حبيبي الحمد لله. ونرجع للاغنيه نجاح كبير ده، هل كنت متوقع نجاح كبير من الاغنيه؟ والله بص في الاول بصراحه لا، يعني احنا كنا قلنا اغنيه بس كان اللحن بتاعها غريب شويه فعارفين ان هي ممكن تعلق مع الناس شويه، بس بالله وصلت له اكيد لا، يعني احنا ما كناش متوقعين. اه بالظبط، هو احنا ما كناش متوقعين النجاح ده خالص يعني بالحجم ده. الحمد لله توفيق ربنا واحنا اجتهدنا وربنا الحمد لله ادينا. الحمد لله. الشباب بيقول لكم ايه؟ طلع كوميكس على الموضوع ده، يقول لهم ده فيلم في بحر الغرب. انت شفت الموضوع ده ازاي؟ طلع كوميكس على الاغنيه بتاعتكم. هو حاجه زي كده بتبسطنا اكيد وبنفرح، وبتبقى يعني اللي هي بيبقى حاجه هزار بين شباب فالكلمه بتتقال بتفرحنا جدا اكيد. الحمد لله. بالظبط، هو في نفس الوقت الكلام ما فيهوش حاجه جارحه ولا كلام خارج، فبالتالي ممكن يتعمل عليه حاجات زي دي كتير. اكتر تعليق جاب الاغنيه كان ايه؟ لا كتير بقى، تعليقات كتير. يعني التعليق كان ايه بالنسبه لك؟ التعليق بالنسبه لايه يعني؟ اكتر تعليق سمعته او شفته الاغنيه مش راضيه تتشال من دماغي. اه يعني كان دي اكتر حاجه. وحرام عليكم بقى، حرام عليكم بقى كفايه كده. الموضوع خرج من بره الجمهور لنجوم الفن، يعني اخرهم ايمي ودنيا سمير غانم عاملين دويتو مع بعض على الاغنيه. بالظبط. انتوا اشاركتوا ايه بعد الموضوع ده؟ اكيد حاجه حلوه، النجاح حلو يعني الحمد لله. ودي علق برضه من بالظبط. بالظبط. اشكرهم يعني على الفيديو ده بصراحه. انتوا في خطه قدامكم؟ ايوه شبوكسي براحتك. بتحلموا بيها؟ لا ان شاء الله في خطوات. في خطوات جايه كتير صح؟ اكيد. وفي اغاني حلوه، في مفاجآت كتير ان شاء الله، هننقل في حته تانيه جديده خالص الناس مش تتوقعها، زي ما احنا دخلنا قعدنا في البحر كده وجبناكم كلكم. ان شاء الله في حاجات حلوه قريب. تعالى مصطفى، تعالى معانا يا جماعه البروديوسر بتاعنا مصطفى وفقي هوت لاين برودكشن موقع كلاكيت فني. مصطفى حاسس بايه وانت النهارده بتبارك لشبوكشي النهارده في الحلقه بتاعته؟ مبسوط جدا لاخواتي او في الفيلم ده يعني. مبسوط لاخواتي جدا طبعا بنجاحهم وربنا يكرمهم، ومبسوط بالنجوم اللي معايا طبعا اخواتي وربنا يكرمنا كلنا. هل كنت تتوقعه بالشكل ده او انت بتعمله؟ اه طبعا. ايوه انا بقول كده عشان الاغنيه نجحت طبعا. اخيرا انت دلوقتي حابب تغني في مسلسلات افلام؟ في مفاجآت حلوه حتت جديده هتلاقونا فيها ان شاء الله باذن الله. هل هتدخلوا بعد كده معاكم دويتو ولا ما هم دويتو اهم؟ ما هو يعني احتماليات. انا لا ما تهزرش يا مصطفى. لا انا هغني معاكم الفتره غير الغنى. لا هو غنى خلاص، انت مش غنيت في ال اغرب موقف حصل لكم في الشارع؟ كل موقف هنختم بيه. قول يا مصطفى. المطره كانت شديده قوي الايام اللي فاتت. لا المطره على الاغنيه. على الاغنيه ايوه. ما هو الكوميكس اللي كان عليها. اغرب موقف انت؟ اغرب موقف؟ اه لا كتير. انا برضه حد وقفني وقال لي ان الاغنيه مش راضيه تخرج من دماغي، شوف هتخرجها ازاي. بس وقفت اتصدمت له. ما عملش حاجه تانيه. انا مره غنيت لواحد عايم في بحر غدر قعد يبص فيها نص ساعه. تن 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 تن. كلمه لجمهورك على كلاكيت؟ كلمه؟ انت جد قصدك؟ عايم في بحر الغد شط الندلة مليان بقلوب مليئه شعر والبر ماله امان. شكرا كلاكيت.